تعيش الأبدان، والطب دواء وشفاء، بالطب يزيد الإيمان، بالطب يزيد الإيمان، أخذ الأسباب سعادتنا، علمنا الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء نردد التلبية فنقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بادئ ذي بدء وهنئ إخواني وأخواتي بهذا الشهر الكريم وهذه الأيام المباركة التي نحيا فيها جميعا. ندعو الله عز وجل أن يجعل هذه الأيام أيام خير وبركة وعتق من النيران، وأن يكتب لنا ولكم ولجميع المسلمين حج بيته الحرام عاما بعد عام، ويكتب لمن يحج هذا العام الحج المبرور والذنب المغفور، وأن يعود من هناك. وما أدراك ما هناك؟ هناك سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هناك الركن الخامس من أركان الإسلام، هناك الوقوف بعرفة والطواف بالبيت العتيق، هناك السعي بين الصفا والمروة، هناك المزدلفة وما أدراك ما المزدلفة، هناك رمي الجمرات، هناك الحلق، هناك الذبح والهدي الذي يساق، هناك الذكر، هناك التلبية، هناك أسأل الله سبحانه وتعالى ونحن هنا أن يكتب لنا جميعا أجر كل الذين ذهبوا إلى هناك. ولا يسعنا إلا أن نردد البيت، بيت الشعر الذي قاله أحد الشعراء: يا سائرين إلى البيت العتيق، قد سرتم جسوما وسرنا أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم وجميع المسلمين حج بيته الحرام. موضوع اليوم أيها الأحبة في الله يتناول موضوع مهم يخص الشباب. يمكن هذا الموضوع كثير مننا يمر عليهم مرور الكرام دون البحث، وهو آلام مفصل الركبة عند سن البلوغ أو عند البلوغ. مشكلة بتيجي للشباب اللي هم بقى الولاد اللي بدأوا جسمهم يطول فجأة، علشان داخلين في مرحلة انتقالية، مرحلة ما بين الطفولة الناعمة الهادئة إلى مرحلة الشباب وحركة الشباب وقوة الشباب، فيبدأ يعاني من آلام في مفصل الركبة. موضوع آلام مفصل الركبة عند الشباب يزعج كثير من يعني الأسر، خصوصا الأباء والأمهات. يقولوا طب الطفل لسه ده، يعني احنا نعرف ألام الركب بتيجي مع سن متأخر، تيجي مع الوزن الزيادة، تيجي مع يعني عوامل الخشونة، اللي ساكنين في الأدوار العليا بقى لهم 20 سنة، اللي بيركب دراجة وعجلة وعمال يأكل في مفصل الركبة. إنما يجي مع شاب أو طفل ولسه بيكون في مرحلة طفولة بينتقل إلى مرحلة الشباب، بنقول عند سن البلوغ، يتحير ويتخوف كثير من الأباء، يقولوا إيه المشكلة؟ هل المشكلة حاجة في مفاصل الابن؟ هل هي حاجة من المورثات الجينية اللي انتقلت من الأب أو الأم أو الجد؟ نحاول نحن النهاردة نلقي الضوء على هذا الموضوع. أولا بيحدث في جسم الإنسان النمو، نقول نمو العظام قد يسبق نمو العضلات. نجد ان كثير من ولادنا عضلاتهم ما بتبقاش لسه استطالت بالقدر اللي العظام فجأة طولت فيه، خاصة عظام او عظمة الفخذ. عظمة الفخذ اللي احنا بنقول اللي هي العظمة المرتكزة على مفصل الركبة، العظمة اللي بتوصل ما بين مفصل الفخذ ومفصل الركبة، بنقول هذه العظمة الطولية قد يحدث فيها طول مفاجئ نتيجة النمو المفاجئ استعدادا بالولادة، استعدادا للبلوغ. هذا النمو الكبير الذي يحدث في هذه العظمة يسبق نمو
العضلات التي تحدث في هذه المرحلة، فيحصل ما يعرف بشد العضلي على النهاية أو على الجزء اللي بنسميه مصب العضلة. كل عضلة بيبقى لها نهايتين، نهاية بنسميها منشأ العضلة، وفي عضلة الجزء الآخر وهو مصب العضلة اللي هو آخر جزء فيها من أسفل. هذا الجزء بيكون في عضلة الفخذ الأمامية، بيسمى العضلة الرباعية، بتبقى عضلة قوية شوية، عضلة بتشد شد شديد وكبير جدا على منطقة في عظمة الساق بيسموها البروز العظمي الأمامي لعظمة الساق، يحصل عليها شد شديد. هذا الشد يؤثر على العظم فيعمل آلام مبرحة عند الأولاد، خاصة عندما ينزلوا في وضع السجود. لما بينزل يجي في وضع انه بيسجد بيحط ركبته على الارض يقول لك انا بحس بالام مبرحه، او انه يتني ركبته وراه، يعني يمسك الركبه ويحاول يتنيها زي اللي بيعمل استطاله لعضله الفخذ، يحس بالام مبرحه. يبقى الاعراض ممكن يبقى الم شديد، ورم، تورم حوالين الركبه، احمرار، بنقول طبعا تيبس عند المفصل انه مش قادر يحرك، انه كل حركه فيها الام مبرحه. بنقول السن بيكون بيتراوح ما بين سن ال 13 اللي هو بقى حوالين البلوغ الى سن السادس عشر، يعني 3 سنين بيكون فيهم هذه المشكله. طب لو نيجي نبص على العلاج، العلاجات لهؤلاء الاولاد ممكن تبقى حاجات بسيطه جدا، استخدام وسائل العلاج الطبيعي، منها تمرينات استطاله لعضله الفخذ، تمرينات مرونه لمفصل الركبه، تمرينات تقويه لعضله الخلفيه، العضله اللي هي الايه؟ الخلفية اللي بيسموها العضلة الثلاثية، ونقول نعمل استطالة العضلة الرباعية اللي هي العضلة الفخذ الأمامية. ممكن نستخدم ما يعرف بالسخونة أو التسخين عن طريق كمادات المية السخنة أو عن طريق أشعة تحت الحمراء، أو استخدام الليزر المركز على منطقة الألم، أو ما يعرف العلاج بالضغط، إن احنا نيجي على المنطقة المؤلمة ونحاول إن احنا نضغط عليها وبنعمل دواير ممكن تتحسن جدا. ممكن نعمل علاج بالموجات الفوق صوتية. ممكن بعض الإخوة والأخوات يسألوا هل ممكن لو عملنا حجامة هنا هتحسن؟ أقول الحجامة نعم، هي جزء من منظومة العلاج وليست العلاج، لأن الحجامة ما بتطولش عضلة، الحجامة ما بتقويش عضلة، الحجامة ما بتلينش مفصل. فالحجامة ليها دور، ولكن في أدوار أخرى لابد أن يقوم بها دكتور العلاج الطبيعي لتحسين الحالة. بعض الناس يقولوا طب احنا ما رحنا للدكتور عظام ما قال لناش التمارين ده وادانا بس مجرد مضاد للالتهاب. نقول هذا المضاد مؤقت، انه ما بيعالجش السبب الأصلي وهو شورت أو نقول قصر في عضلة الفخذ الأمامية، نقول ضعف في عضلة الفخذ الخلفية، تيبس في المفصل، زي ما نقول في صامولة فكت، مهما حط عليها زيت مش زيت مش هيربط الصامولة، الصامولة لازم تتربط بمفتاح. وهنا نفس الشيء دور العلاج الطبيعي، عضلة ضعفت مش هديها دواء تقوى، لا، لابد من عمل تمرينات علشان تقوي هذه العضلة. طبعا في مسكنات كثيرة جدا موجودة في الصيدليات، ولكن معنا مسكن سهل وبسيط وهو استخدام الحرارة سواء بالتسخين أو التبريد، واستخدام التدليك في بعض الحالات بتحسن كثيرا من مفصل الركبة. بنقول العلاج هنا قد يستغرق فترة، بعض الإخوة والأخوات يتخيلوا أن علاج مفصل الركبة عند أو ألام مفصل الركبة عند البلوغ ده علاج يعني مجرد هنستخدمه يومين ثلاثة والواحد الطفل أو الشاب يرجع بدون ألم. نقول لا، المسألة هنا قد تستغرق من 6 لـ 8 أسابيع العلاج، ولذلك بقول لابد للدكتور أنه يوضح المدة. يعني يجي الوالدين وبيكونوا قلقانين جدا، يفهمهم أن الموضوع مش موضوع صعب، لا هو ألم روماتيزمية ولا هو مرض عضوي، ولا ده هو مجرد حصل فيه نمو، نقول زاد شوية في مرحلة تكوين العظام والعضلة لا تزال قصيرة، فبالتالي مش قادرة نقول تمشي بصورة متوازية مع استطالة العضلات العظام، فأصبح في شد على العظم هو اللي عامل الألم.
لو احنا حسنا هذه المنظومه الميكانيكيه، انا بقولها ميكانيكيه ليه؟ انها حاجات، في حاجات طولت وحاجات قصرت، حاجات عايزه تتلين. بنقول لو حسنا هذه المنظومه الميكانيكيه الالم بفضل الله يتحسن. بنقول بيكون الشاب اللي بيلعب رياضه اكثر حظا من الشاب اللي قاعد ما بيلعبش. ولذلك احنا بنشجع الشباب وخصوصا في مرحله البلوغ ان هم يشتركوا في رياضات. ليه؟ الرياضه بتخلي الطاقه اللي في الجسم عند الشاب انها مستغله استغلال جيد، بنخلي عضلاته في قوه جيده، بنخلي المفصل في حاله من المرونه الجيده. بنقول ودي كلها كمنظومه بتعجل من المرحله دي، مرحله النمو، لغايه ما يوصل لسن اللي الطول فيه بيتوقف وهنا ما بيبقاش فيه وجع. هناخد اول اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختنا ام محمد من القاهره. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. واياكم. ربنا يكرمك يا دكتور. انا عندي حصوه المراره. نعم. عامله لي قلق الايام دي. ايوه. يعني بقى لها كتير عندي، بقى لها حوالي 3 سنين، بس الدكتور بيقول لي يعني ايه لو مش عامله قلق خلاص. نعم. بس الايام دي عامله قلق جامد، بقى لها اسبوع بس باخد فيه علاج والحمد لله يعني ايه القلق راح شويه. نعم. فانا مش عايزه اشيلها بس هي مش عارفه يعني ينفع عليها اعشاب ولا. حاضر. وعندي حساسيه صدر ببلغم، يعني حساسيه الدكتور بيقول حساسيه برافو، بس يعني لسه مستجد عليها ان عندي 50 سنه. ايوه. ومش من صغري عندي الحاله دي، المفروض دور برد تجيلي طالما انا كويسه بس بتطول معايا يعني. حاضر. وعندي زوج الله يكرمك، معلش انا اسفه والله. اتفضلي. عنده النقرس في رجله، في كعب. أيوه. رجله. حاضر. ربنا يكرمك ويجازيك خير يا دكتور. الله يبارك فيك. معانا اختنا ام محمد ايضا من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. دعوه حضرتك بخير. وانت كذلك. ربنا يتقبل منك يا رب. اللهم حضرتك أمين. انا ليا سؤال، بس انا بقالي 12 سنه. أيوة. عندي ضغط ومعاه سكر، جه معاه سكر. نعم. وحضرتك الـ كنت ماشيه على الانسولين الاول، وبعد كده جه ميه في جسمي، فالدكتور جاب لي غير لي الانسولين واداني حبوب دايفانس 5. بعد كده الضغط كله تقلب عليا وبقى يعلى يوصل ل 200 و200 وشويه، لغالي الاقراص دي واداني اقراص اخرى اخيرا. دلوقتي حضرتك قست بالاقراص الاخيره دي السكر، لقيته لاول مره من اصابتي بالسكر وصل 438. لاول مره، اول مره يحصل لي كده. وبعدين حضرتك معاه كمان مصاحب لي هرش جديد في الجلد بتاعي مع بثور كده عامله زي الدكتور الجلديه قال دي اسمها اكزيما عصبيه. فحضرتك ممكن حضرتك تديني اوصاف بعيدا عن الادويه دي، لاني انا عايزه اوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاني تعبت من الادويه دي والله. الله يكرمك وجزاك الله خيرا. شكرا. الله يشفيك ويعافيك يا اختي. معانا اخونا الدكتور سعيد من الغربيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا دكتور سعيد. الله يحفظك. والله انا كان عندي طبعا سكر بقالي 20 سنه، لكن جاني الم في مشط الرجل في الميديا سايد كده. نعم. وبعدين بقى يبقى ايكنج كده يعني 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 على طول، والعظمه برزت شويه، فروحت للدكتور وقال لي عندك بوستيريور تيبياليز انسفيشنسي يعني الوتر تحلل. نعم. وادانا علاجات وادويه وحاجات من دي، لكن ما زالت طبعا. وقال لي الناحيه الثانيه عارفين الادم الثاني هيحصل لها نفس الكلام بسبب السكر. ويعني انا منتظر من حضرتك الرد بقى. حاضر. ربنا يشفيك ويعافيك يا دكتور سعيد. جزاك الله خير. واياكم يا فندم. اختنا أمة الله من الاسكندريه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مساء الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. لو سمحت انا حضرتك معايا بنتي عندها 8 سنين. وبنتي شعرها خشن كده. هو كان ناعم بس باظ مره واحده. فحاولت معاه في كريمات كتير وشامبوهات وبرده بايظ. اخر حاجه وصلت لها الزيت بتاع حضرتك الكنوز. جزاك الله خير. بس الله برضو ناعم وطري وكل حاجه، بس الحته اللي قدام دي ناشفه جدا. فمش عارفه ارجع لحمامات الكريم تاني ولا في وصفه حضرتك اديها لي. انا بستخدم الزيت كل يوم زي ما مكتوب عليه. حاضر. فريت حضرتك تصفي وصفه كده. وكل سنه وحضرتك طيب. انت بصحه والسلامه، بارك الله فيك.
اختنا ام احمد من القاهره. السلام عليكم. السلام عليكم. صباح الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور والعاملين في قناه الرحمه. انت بالصحه والسلام. إيه ربنا يبارك في حضرتك. هتعبك معايا معلش. انا عندي 55 سنه وعندي مفصل رجلي اليمين ضيق جدا زي ما حضرتك كنت بتوصف دلوقتي. نعم. مش عايز اقول لحضرتك انا حزينه ان انا ما بقدرش اركع واصلي. نعم. بصلي على الكرسي بقالي 10 سنين. نعم. ودلوقتي حالا مش عايز اقول لحضرتك بقالي دلوقتي 3 مرات بعمل جلسات علاج طبيعي. أوه. الالم يروح ويرجع. نعم. بطني رجلي من ورا المفصل الم شديد جدا. وعندي اقسام مضاده ودكتور مانعني ان انا اخد اي مسكنات. يا ريت حضرتك تقول لي على حاجه تريحني من الالم. حاضر. شكرا. ربنا يشفيك. اختنا ام معاذ من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. لو سمحت يا دكتور انا بس ان شاء الله راح احج بكره باذن الله. ما شاء الله. وكانت البنت اتاخرت عندي المفروض كانت تيجي من 10 ايام من زيجات يعني. واخدت البرشام اللي هو حقن اللي هي لوتون دي. ومش نزلت. فرجعت امبارح خدت في اقراص كده دكتور قال لي عليها اسمها اخرها حاجه نور كده مش عارفه اسمها بصراحه. فاخدت منها امبارح كان نفسي حاجه وجبيه كمان. وحضرتك تقول لي على ايه عشان ان شاء الله يعني باذن الله اضمن ان هي ما تجيش يعني. طيب حاضر ان شاء الله. اخونا محمد من الغربيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك في حضرتك بخير. نحمد الله. سمعت يا دكتور انا كنت من 3 سنين. نعم. جالي موضوع خنقه شديده كده. ايوه. ومن فتره بسيطه لسه من شهرين اكتشفت ان عندي بكتيريا المعده. نعم. فكانت النسبه 1.9. ايوه. فرحت اتعالجت منها. اداني علاج اسمه تيريوكلار اخدته مره وبعد كده اداني علاج تاني كده واخدت اسبوع تاني تيريوكلار. نعم. نزلت النسبه 1.3. ايوه. فانا عايز مشوره حضرتك ايه الصح اللي اعمله. حاضر ان شاء الله نقول لك تعمل ايه. نعم. اقول لحضرتك ان شاء الله اكون. طيب نجاوب بقى على بعض الاسئله كده. نستأذن أخونا الأستاذ طارق إن احنا نبدأ بالإجابة. بنقول لأختنا أم محمد من القاهرة بتقول حصوة في المرارة وألم الأيام دي وعايزة حاجة تحسنها مش عايزة تعمل عملية. بنقول لها الحصوة المرارة بتزيد وبتألم مع أكل الدهون. فلذلك أنا بقول لأختي يعني يا ليت إنها تبتعد عن الدهون في الأكل. وهنا نخص بالدهون يعني ما نحطش زبده لو يعني بتعملي اي حاجه خليها بالميه. بلاش تقولي هحط طب معلقه زبده عليها عشان تديها طعم حلو. لا ليه؟ انها تتعب المراره. نمره 2 نمنع الحلويات المصنعه سواء بقى بسبوسه كنافه شرقي غربي طرد جاتوهات نمنع ده ان مليانه دهون. الامر الثالث البعد عن المقليات والمحمرات. يعني لو هتاكلي بيضه بلاش المقليه خليها مسلوقه علشان المراره ما تلتهبش وما تكونش حصوات اكتر. مع النظام الغذائي بندي عشبين الهندباء البري ملعقه صغيره على كوب ماء صباحا ومساء وبناخد ربع معلقه كركم على الاكل يوميا. الكلام ده نواظب عليه لمده 6 أسابيع على الاقل بفضل الله بتتحسن المراره جدا. حساسيه الصدر بتقول بدات تجي لي ببلغم. احنا هنا البلغم ليه انواع. لو البلغم ابيض او اصفر. لو ابيض بس هي مجرد حساسيه ومفيش بكتيريا ما تكونتش فيها بكتيريا. لكن لو بدا البلغم يبقى لونه اصفر او اصفر مخدر ده معناه ان في جرثومه في بكتيريا في مضاد حيوي. المضاد الحيوي الطبيعي اللي انتم كلكم عارفينه وانا اتكلمت عنه كتير هو اكليل الجبل او الروز ميري. بناخده 3 مرات في اليوم يعني كل 8 ساعات تقريبا. كوبايه مغليه على نار هاديه وبتتشرب متحلاه بالعسل. وناخد الحبه السوداء لرفع المناعه. اما الحساسيه نفسها فبناخد 7 حبوب قرنفل. القرنفل بنشيل الراس القرنفله ونحط 7 في كوبايه ميه مغليه. انا ليه بقول 7 علشان بعض الناس يقول لك لو قلنا معلقه ونص ممكن اختلاف حجم المعلقه تلاقي المعلقه فيها كتير فممكن القرنفل مش عايزين نسبته ترتفع. لذلك بنقول ناخد كميه بسيطه وهي 7 حبات تنقع في كوب ماء مغلي وتتاخد صباحا ومساء او تتاخد على الريق الصبح لمدة أسبوع. لو حصل تحسن نخليها يوم بعد يوم. حصل تحسن أفضل بعد أسبوع تاني نخليها 2 مرات في الأسبوع وهكذا نقلل منها لغاية لما نرتاح تماما. أختنا محمد أيضا بتقول الزوج عنده نقرس في كعبه
بنقول هنا ايضا محتاج نظام غذائي يتعلق بالنخلص، هيبتعد عن اللحوم الحمراء والكبده والكلاوي والطحال والقلب والقوانص والحمام والوز والبط، ده بالنسبه للحوم. يمتنع عن البقول، يعني فول وطعميه وعدس وحمص وفاصوليا ناشفه ولوبيا ناشفه، بيمتنع عن الحاجات اللي فيها التسالي، كل بقى اللب والمكسرات والفول السوداني، ويمتنع عن المياه الغازيه والشوكولاته والكاكاو. الشاي والقهوه ايضا ما يشربهمش باسراف، ونقول له طب مع النظام الغذائي بيشرب عصير البقدونس، بيشرب مغلي الشعير او التلبينه، وفي نفس الوقت ممكن نوصي بشرب الماء بوفره وتدليك الرجلين او القدمين بزيت زيتون مع زيت خردل. اختنا ام محمد ايضا بتقول عندي 12 سنه عندي ضغط وسكر، الاول بدات بانسولين وبعدين الدكتور لقى الضغط بيتاثر فغير، اداني حبوب والحبوب دي رفعت الضغط، بعدين اداني لقى الضغط بيتقلب اداني حبوب تانيه، ومع الحبوب الجديده وصل السكر ل 438. طبعا ده ادى لبعض المشاكل زي هرش في الجلد وبثور، وقالوا لها دي اكزيما عصبيه. بنقول لاختنا ممكن نتغلب عن على السكر ايضا عن طريق النظام الغذائي، يعني نمنع السكريات والنشويات اللي بتاكل بكميات كبيره، يعني لو السكر لا بلاش السكر اللي هو السكروز اللي هو السكر اللي احنا بناكله، وخلينا في سكر الفركتوز وهو سكر الفاكهه ويكون بنسب بسيطه. طيب ممكن ناخد ايضا حاجات من اللي بتخفض السكر، اهمها ودي معروفه عندنا كلنا ويا ريت دي كلنا نكتبها اللي عنده مريض سكر يديله حاجه من دي على الاقل يوميا. بنقول نمره واحد ده من الحاجات اللي بتقلل، بصله مشويه. البصله فيها بتقوي جهاز المناعه وفيها كبريت وفيها مكونات يقولوا فيها صيدليه كامله. طب لو واحد ما يحبش المشوي خليها مسلوقه. طب ليه ما بقولش نيه؟ كانوا زمان يقول لك خد بصله نيه. القولون الان بدا يتعب من الناس اللي بتاكلوا البصل الني، لازم نخليه لا مسلوق او مشوي. طب الامر الثاني وده من الحاجات المهمه، مغلي ورق التوت، مغلي ورق الزيتون، اليانسون النجمي، كل ده لو اتنقع مفيد جدا لمريض السكر. اليانسون العادي، وممكن ياخد ايضا القرفه بالليمون بيخفض السكر، او ثلاث معالق ترمس مسلوق. وبقول ليه مسلوق؟ ان في بعض الاخوه يقول لك هطحن الترمس واخده كده، نقول لا، اي بقول ما يطحنش كده ويتاخد كده ابدا، لان كل البقوليات لابد ان تنقع قبل ان تسلق. يعني لو جيتي تعملي مثلا عدس في البيت، العدس ده بقول، لابد انك تنقعي العدس على الاقل 8 ساعات بالليل وترمي الميه وبعدين تسلقيه. طبعا مش هعلمكم الاكل والطبيخ، انتم ما شاء الله اساتذه، ولكن اعرفوا ان البقول ميزه الفول المدمس اللي ندمسه في البيت ايه؟ ان احنا بننقعه نديله فتره النقع الكافيه ونشطفه، وبعدين نرجع نحطه في ميه مغليه ونغلي فيه على نار هاديه بيطلع المدمس الحلو. غير ما نجيبه بقى يكون بيسموه مكمور، مكمور يعني ايه؟ ارمي من الشوال في القدره وحطه بقى في النار يغلي، مهما يغلي اديله ميه بقى وخلاص. لا، نقول هنا ما تخلصناش من الماء اللي فيه بعض العناصر الضاره اللي موجوده في البقول. بنقول ايضا ممكن نقول للمريض لزوجك يا ام محمد تخليه يمشي. المشي مفيد جدا علشان يحسن الحاله. بالنسبه للسكر المشي لو نص ساعه يوميا بيحسن الاكزيما، لان الحاله النفسيه بتتحسن. نقول طبعا واحنا في مقام الذكر، ان احنا في اوقات مليئه بالذكر نكثر من الذكر والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكثر من التسبيح والتهليل والتحميد والتلبيه، ونكثر من الاستغفار. ويمكن يعني وصيه في حد وصاني بيها قال يا ريت تكثر من الاستغفار الايام دي علشان يعني الرزق يفتح ابواب الرزق على الامه لو الامه كانت مستغفره. الدكتور سعيد ربنا يبارك له بيتصل بيقول سكر من 20 سنه والم في مشط الرجل في الجانب الداخلي ليها، وقالوا له ان دي عضله نسميها العضله الخلفيه، حصل فيها عدم ضعف يعني نتيجه قد يكون نتيجة السكر، وقال له ان دي هتتنقل للرجل التانية. يعني طبعا لا
نحبذ موضوع ان هيحصل، لا نقول ان شاء الله ربنا يعافيك وما يحصل لكش ان شاء الله في الرجل التانية. ايه افضل الاشياء اللي ممكن نعملها لحضرتك؟ اولا تعمل الحجامة الجافة. وليه ما يعملش تشريط يا دكتور سعيد؟ لان القدم عند مريض السكر التشريط فيه خطأ، ان احنا كده بنفتح فتحة، هذه الفتحة يبقى صعب التئامها. ولكن ممكن نعمل حجامة تدليكية، اجيب زيت زيتون وزيت خردل بنسب متساوية وادلك بيهم القدمين، ممكن اجيب كاس صغير ادلك بيه، ممكن ادلك التدليك اليدوي اللي امسك من الاصابع وبين الاصابع وانا طالع. بس ده لابد اللي يقوم بهذا الموضوع يكون دكتور علاج طبيعي متخصص. ليه؟ علشان وهو بيعمل التدليك بيمشي مع مسارات الطاقة اللي موجودة في القدمين فتتحسن وتتنشط الحالة العامة. بعض الاحيان بنوصي ان المريض يلبس انكل، انكل اللي هو عبارة عن زي شراب بس بيبقى ماسك مفصل القدم مع مشط الرجل علشان يمنع الالتواء اللي بيحدث فيه. بنقول بنحتاج نقوي العضلات الأمامية والخلفية، يعني عضلة الرفع اللي بترفع القدم وعضلة الهبوط اللي بتنزل القدم. بفضل من ربنا ما بتقوى العضلات دي بتتحسن الحالة جيدا، مع ضبط السكر بالحاجات اللي أنا قلتها بكده، بصلة مشوية مغلية، ورق التوت، ورق الزيتون، الحلبة، الحصى المغلية، قرفة بالليمون، أشياء كثيرة، ويمكن أبسطها المشي نصف ساعة يوميا. هناخد اتصال ونرجع له أمة الله بإذن الله. معنا فضل من الجزائر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاطمة من الجزائر. دكتور لو سمحت، أنا يعني أعاني من كأنه يعني شيء حاصل في صدري. نعم. لأنني أتنفس يعني بصعوبة. نعم. وذهبت إلى عدة يعني دكاترة فلم يجدوا لي شيئا. يعني سويت راديو على القلب وخاص بالقلب وراديو سكانير على الرأس. لم يجدوا لي شيئا. فقط أنني بعد مدة أخرج غازات من فمي، لا أعرف كيف أسميها، يعني تخرج من الفم بصعوبة. أريد من فضلك عناس أو مع أحس كذلك في جسمي في الجهة اليسرى من الفوق إلى التحت، كأنه يعني عندما ترى يعني دكتور يدك على ذلك الجزء المسؤول عن السرعة يعني في السيارة. هكذا ارتعاش، ولكنه لا يرى بالعين المجردة، أحسه أنا فقط. لا أعرف يعني حتى الدكاترة لم يجدوا لي يعني علاجا يعني أو شيء. يعني من فضلك يا دكتور أريد أن تشخص لي حالتي إن أمكن، وإن أمكن دواء. حاضر، ربنا يشفيك ويعافيك. وأحس بالضيق والقلق وكأن شيء حاصل في صدري مع خروج الغازات عن طريق الفم بصعوبة تامة. حاضر. ثقل في الصدر مع رعشة داخلية يا دكتور في الجهة اليسرى من جسمي، وأحيانا في مفاصلي كلها، وفشل في المفاصل فشلتان، أي كأنني خفيفة، أحس برجلي خفيفتان، ليست ثقل، خفة شديدة. نعم. الرجاء أفيدني من فضلك يا دكتور. حاضر، شفاك الله وعافاك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا أم بسملة من ليبيا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. الله وأنتم بخير جميعا إن شاء الله. وأنتم كذلك. يا دكتور أنا عندي بنتي عندها 5 شهور، 4 شهور ونص، ماشية في الخامس. نعم. بس دلوقتي سننت. مالها؟ سننت، طلعت سنين، طلعت سنين عندها شقة. نعم. وهي على طول مش قادره ترجع ومش قادره تاكل، وجع على فمها. نعم. وعماله تصرخ، واكلتها اللي هو الاكل اللي هو اللي هم الدكتور قال عليه الزبادي ومنتجات الالبان والكلام ده. نعم. من ساعه ما طلعت وهي تعبانه. حاضر. فانا عايزه حضرتك تقولي حاجه لبقها، ان انا عليك دي بقها بعيد عن المراهم والحاجات دي. حاضر حاضر. الله يشفيها ويعافيها. اخونا مؤمن من القاهره، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا مؤمن. دلوقتي أنا عندي حب الشباب، لو حب الشباب دلوقتي عندي لو فشت الحب كده بيطلع نظام دهون، وبعد الدهون مية كده، مية عادية. أيوه. فمش عارف ومكانه بعد ما تزول الحب مكانه يبقى هالات كده سوداء كله مكانه أسود. نعم، أنت سنك كام سنة يا مؤمن؟ عندي 19 سنة. حاضر. عايز وصفة يعني تكون حلو كده. يا مسهل يا رب، ربنا يجعل فيها الشفاء إن شاء الله.
فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والحمد لله دكتور أمير. أهلا وسهلا بك يا فضيلة الشيخ. ربنا يبارك في عمرك. أسأل الله تعالى أن يوفقك وأن يسددك دائما وأبدا. وأنت كذلك يا فضيلة الشيخ. جزاك الله خيرا على وصية النزل للاستغفار. الله يبارك فيك. الله يرضى عنا وعنك. الله يكرمك. سيدنا معلش يعني ليا سؤالين. السؤال الأول أنا كنت بعمل بحث عن الغضب. نعم. في القرآن والسنة وكنت بتكلم على وسائل علاج الغضب فوصلت تقريبا ل 52 وسيلة ما شاء الله. ومنها ان انا قرأت مقال بعض العلماء تكلم عن علاقة الحجامة بعلاج الغضب. نعم. وذكر بعض الأغذية والنباتات الطبية في علاج الغضب قال ممكن تستخدم. فنتمنى ان انت تزيدنا يعني زيادة فائدة في هذا الامر. وجزاك الله خيرا الله على تعليق الناس بالطب النبوي الاصيل. جزاك الله خيرا. الله يكرمك. الله يكرمك. شكرا الله ولك محبا. وإياكم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. اخونا محمد من المنيا. السلام عليكم. ازي حالك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. نعم انت بخير. الله يبارك فيك. دكتور والله انا معايا واجع في صدري بخربشة في صدري من 4-5 شهور بتعالج وخدت يعني أدوية كتير لغاية الآن مش جايب علاج يعني. فلو قلنا على وصفة لو سمحت يعني. طب هل أنت بتدخن يا محمد؟ لا لا مش مدخن بس كنت شغال هناك في احتكاك في البودرة كنت شغال في شركة أدوية برا. أيوة حاضر. فكان فيك فكل بتخف دكتور وبتلاقي برضو في ضيق نفس وفي خربشة في صدر وكده يعني. حاضر حاضر ربنا يشفيك ويعافيك. قلنا على وصفة يعني حتى أخذت علاج وخدت مضاد حيوي وكله دواء برضو تحس ان الواحد بيزيد الالم مش ما بيروح. حاضر يا اخوان ربنا يشفيك ويعافيك. الأسئلة كثرت ونبدأ نجاوب تلغرافيا. أختنا أمة الله من الأسكندرية بتقول البنت عندها 8 سنين الشعر خشن كان ناعم خدت الكريم أو زيت كنوز اتحسن ولكن المنطقة الأمامية لا تزال نشفة هل ترجع إلى حمامات الكريم اللي كانت بتستخدمها لها ولا لا؟ احنا بنقول في حمام كريم طبيعي سهل بسيط وبعض الإخوة يمكن أو الأخوات يقولوا طب انت الزيت اللي بتقوله كنوز ما انت بتقول الزيوت اللي بتقولها هل مختلفة؟ بقول لا الزيوت هي اللي بقولها في التلفزيون هي اللي أنا ما بتتباع في الإزاز ولكن دي بتتصنع بنسب معينة انتوا بتاخدوها تصنعوها في البيت اللي بيكسل يصنعها يشتري الإزازة. يعني احنا مش منعين علم نقول لا ده احنا الزيت ده سر الأسرار لا بنقول لو عايزين نعمل كريم للشعر طبيعي وده بقى اديكوا وصفة قبل ما ننزله كريم بنجيب عدة زيوت مع بعض بنضيف لهم الشيء الجميل بنجيب زيت الصبار زيت الزيتون زيت اللوز ومعهم زيت البابونج ومعهم النخاع الخام ما بنجيبش بقى زيت النخاع عشان اعمل حمام زيت او اعمل كريم للشعر بجيب النخاع الخام النخاع الخام اللي احنا بنسلقه اللي هو بيكون موجود في العظام الطولية في عند الحيوانات زي الماسورة اللي بتسمى الماسورة بيكسرها لنا الجزار يطلع لنا النخاع لازم نسلقه الاول وناخد هذه المادة تضاف بنسب متساوية للزيوت ونعمل بيها كريم تستخدم كحمام كريم للأماكن الأمامية اللي هي بيكون الشعر فيها طاير أو هايش بفضل الله بتتحسن بس بتتعمل مرة لمرتين في الأسبوع ما بتبقى زي الزيت يوميا أختنا أم أحمد من القاهرة بتقول عندي 55 سنة مفصل الركبة اليمين بتقول زي الوصف اللي انت قلته ألم وسخونة وتيبس كل اللي انت قلته في واللي طبعا مضايق ام احمد ربنا يا رب يكرمها بتقول ان مش قادره اصلي جلسه السجود ما بقدرش اسجدها الالم بيجي ويروح وعندها اجسام مضاده عشان كده الدكتور مش قادر يديها مضاد التهاب او ادويه مسكنه وعايزه حاجه تريح مفصل الركبه. بالنسبه لحالتي يا ام احمد ممكن تعملي الحجامه على مفصل الركبه بفضل الله ترتاح وممكن تعملي اللواصق اللي احنا قلنا عليها اللي هي الكينيسيو دي بتحسن المفصل جدا او استخدام قربة المية الدافية لو حطيناها على الركبة لمدة تلت ساعة وبعد كده نشيلها وندهن بزيت زيتون وزيت نعناع وزيت قرنفل وقريبا ان شاء الله ننزل لكم كريم للمفاصل ونتمنى ان شاء الله انه يجيب نتيجة طيبة معاكم. ام معاذ من القاهرة بتقول انا مسافرة الحج بكرة
طبعا نوصي ومعاز كلنا يا ريت كل المشاهدين يوصوها الان، وانا هو هبلغ هذه الوصيه ليك يا ام معاذ، انك تدعي للامه الاول. الامه الان في حاجه لدعاء الصالحين، ما احوج هذه الامه ان تجتمع على دعاء كما اجتمعت على تلبيه. الامه اللي تجتمع على لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. لو اجتمعت هذه الامه على دعوه، دعوه مخلصه إن ربنا يحقن دماء المسلمين ويحفظ إخواننا في سوريا وبورما ويحفظ إخواننا في فلسطين، وإنه يؤلف بين قلوب المسلمين في بلادنا الحبيبة في مصر وسائر بلاد المسلمين. إحنا نفسنا ندعي دعوة إن شاء الله بعد الحج بعد ويمكن من الآن لو دعيناها ربنا يؤلف ما بين القلوب. مش عايزين بقى إيه الفرق ده أصل ده ليبرالي وده كلمات، والله إن هي إلا أسماء سميتموها. مفيش حاجة اسمها ليبرالي واشتراكي وعلماني وكلام فاضي، كلنا مسلمين موحدين بالله. هذه الأمة أمة مسلمة، ولكن دي مسميات يحاول بعض الغرب يدخلوها علينا. لا، إحنا عايزين ننفذ هذه العصبيات وهذه الجاهلية، جاهلية جديدة، ونقول نرجع تاني واعتصموا بحبل الله جميعا. معلش أنا جه الموضوع ديني شوية، بس احنا عشان في موسم المواسم الفضل والدعاء، فعايزين اختنا ام معاذ تدعي للامه الاسلاميه بالوحده والسداد والتوفيق. وبتقول انا خدت اقراص والدكتور الدهاني امبارح وكانت خدت حقنه. اقول لها بلاش تاخدي حاجه تاني علشان نقف الدوره. لو انت التزمتي بالاقراص اللي الدكتور اداها لك ان شاء الله تعالى، انا اعرف الاقراص بس مش عايز اقول اسمها عشان ما نعلنش عنها في التلفزيون، ان الدكتور وصفها لك حسب حالتك، ان في دلوقتي الاف عشرات الالاف بيسمعوا الحلقه، ممكن اخت تسمع تروح واخده القرص ده تروح تشتريه يضرها، وده من الخطا ان احنا نعلن عن اسم اشياء زي كده ان احنا نجيبها في التلفاز. ولكن اللي وصفه لك الدكتور يكفي باذن الله، وعليكي بالدعاء. ويمكن من الاشياء الجميله جدا في الحج ان الفقه ما سابش باب الا لما دلى بدلو، يعني ادلى بدلو ادانا فيها الحل. فلو حدث معك اي شيء هيبقى في معك شيخ للحمله ان شاء الله، الامر ميسور وله حل، وله ان علم الفقه فيه تيسير كبير جدا هيصل لك باذن الله، وهترجعي وانت مجبوره الخاطر رجعة حاسة بالراحة والطمأنينة لأنك أديتي الركن الخامس من أركان الإسلام. أخونا محمد من الغربية بيقول عندي ثلاث سنين عندي خنقة جديدة من شهرين لأن في بكتيريا المعدة، خد لها الدواء والحمد لله في تحسن. بيقول لي توصيني بإيه والمشورة في إيه؟ يمكن أحيلك لوصية يمكن فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، وهو بيقول بيبحث في الغضب، فأنا أقول لك كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لأن وجدوا أن الغضب، أنا أتكلم بقى الكلام ده إضافة للكلام بتاع الشيخ عبد الرحمن، أنه بيرفع حمض الهيدروكلوريك اللي هو الحمض اللي موجود في المعدة، لما بيرتفع بيخلي العصارة المعدية حمضية شديدة لازعة عاملة زي الخل، ويمكن أصعب كمان من الخل، فليها قدرة هائلة على التهاب، تؤدي لالتهاب جذور المعدة والاثنى عشر وتسبب والعياذ بالله تقرحات. فاحنا بنقول لك لا تغضب. نمرة اثنين، بنوصي بوصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، ودي اللي كانت موجودة في المؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمدينة أبها من العام الماضي، إن أحد الدكاترة ربنا يبارك فيه وجد ان في اثر لخل التفاح مع العسل، اما تعمل كوب في معلقه خل التفاح وماء او معلقه عسل على كوب ماء مره واحده بعد الغداء يوميا لمده اسبوع قضت على بكتيريا المعده مع العلاج اللي انت اخذته، فدي بتبقى بصراحه علاج بنقول متكامل. اختنا فاطمه من الجزائر بتقول عندي شيء في صدري، شيء في صدري، صعوبة في التنفس، راحت عملت كل الفحوص وبحمد الله وفضله وجدوا ما فيش عندها أي مشاكل عضوية، بس بيطلع لها حاجة اسمها غازات من الفم. هنا ما قالت غازات من الفم،
أنا لغاية قبل ما تقول هذه الكلمة كنت أقول ده الموضوع ده أكيد ليه أثر نفسي عندك يا فاطمة، لكن أول ما قلت بيطلع غازات من الفم اللي هو التجشؤ، بيطلع بصعوبة جدا علشان ترتاح، وهذه الصعوبة الشديدة بتأدي إن الرجلين بعد شوية تحس إن رجلها خفيفة كأنها الوزن مش حاسة بيها. بنقول هذا يرجع إلى القولون. القولون عندما يتمدد بيضغط على الحجاب الحاجز، وده كتير من الناس ما تاخدش بالها من الموضوع ده. يعني احيانا لما بنيجي نعمل اشعه تلفزيونيه على احشاء البطن نجد ان القولون منتفخ لدرجه كبيره جدا وضاغط لاعلى على الحجاب الحاجز. ضغطه على الحجاب الحاجز يدي اعراض كان الصدر فيه تقل، وكان القلب، ولو جه على القلب سنه كده يقول لك ده انا عندي خفقان في القلب. طب هذا الإحساس اللي بيجي في القلب وبيجي نتيجة الضغط يزول بزوال المسبب، إن إحنا منعنا الانتفاخ في القولون. والقولون ممكن أولا نمنع الأكل اللي فيه حاجات بتعمل انتفاخ زي القرنبيط والكرنب والبصل الأخضر واللفت والحاجات اللي هي بتنفخ، زي اللي يقولك أنا باكل حاجات نفخت لبطني، بنمنع هذه الأشياء. ومعها نبدأ ندي بعض الأشياء المهدئة زي مشراب النعناع، الشمر، اليانسون، الكراوية، كل ده مهدئ لحركة القولون مع تمرينات التنفس والاسترخاء. والكلام اللي بقوله لفاطمة، عليك تكثري من الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويمكن أقول للشيخ عبد الرحمن وهو بيسمعنا الآن إن عملت رسالة ماجستير، يعني عملتها إحدى الطالبات وأنا أشرفت عليها، إن تأثير الذكر. البنت كانت بنجيب للمرضى اللي عندهم ضغط مرتفع، فجات الدكتورة دي قالت في بحث بيقول يا دكتور إن الواحد يسترخي ويقول واحد واحد واحد، ده بحث بالإنجليزي يعني يقول وان وان وان. فقلنا لا، بدل ما هنقول وان هنقول الله الله الله. العجيب، ومش هقول ده فيه شيء عجيب، إن ربنا اللي قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاحنا ذكرنا الله اللي هو ورد في الآية ألا بذكر الله، قلنا الله. فضل المريض يقول هذا الكلام في الصباح مع الأذكار الصباح، ويقوله في المساء مع أذكار المساء، يقول الله 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 لمدة 5 دقائق. طبعا الكلام ده ما فيهوش بقى إيه، يعني مش درواشة، احنا بنتكلم بحث علمي، واستمدنا البحث من كلمة ألا بذكر الله الآية تطمئن القلوب. فإذا بينا نكتشف أن الضغط المرتفع انخفض انخفاض طبيعي، خصوصا عند المتأملين المتوسمين اللي هم يقعد كده ايه يفكر ويركز، اللي بيقعد يقول وهو بيذكر ربنا يذكر وقلبه حاضر، يعني عايز يقول الله أكبر، يبقى بيحس فعلا ان الله أكبر. اما يقول لبيك اللهم لبيك يحس ان هو فعلا بيلبي وبيأتي لله مسرعا. اما يقول لا شريك لك لبيك، يبقى هو بيقول لا شريك لك، فعلا بينفي الشرك عن الله عز وجل، وبيقول ان ما فيش شريك لله في ملكه. هذا الكلام وجد ان ليه اثر طيب. فبنقول لاختنا فاطمه تحاول تاخد المشروبات اللي قلناها، الشمر، ينسون، كراويه ونعناع، وان هي تكثر من الذكر الا بذكر الله تطمئن القلوب. اختنا ام بسمله من ليبيا بتقول البنت عندها 4 شهور ونص، البنت جالها سنه، طلعت لها اتشقت سنه وبقت مش قادرة ترضع، ان ألم في البق والتهاب، وبتقول الدكتور من ساعة ما قال لي ادوها منتجات الألبان وهي تعبانة. هو طبعا بعض الأولاد بيحصل عندهم حساسية من منتجات الألبان، مادة الكازين اللي موجودة في اللبن ومنتجاته، اللبن والزبادي والجبن وكده، ممكن الأطفال يبقى عندهم حساسية. أنا ممكن أقولك تديلهم إيه، اديلهم أولا نبدأ بالعصائر الطبيعية. بس عصائر أنا بيهمني في السن ده الحقيقة لبن الأم يكون نمرة واحد. ليه؟ زي ما قلنا قبل كده، لبن معقم متسخن في درجة حرارة ربنا اللي حافظها في درجة حرارة معينة، بالفتحات السادي اللي بتدي اللبن، لا هي بقى الفتحة اللي بتدفق اللبن تخلي الطفل يشرق، ولا هي اللي بتمنع، لا، ربنا بيدي كل شيء بقدر. وهو ربنا إيه؟ عشان بس ربنا اسمه المقيت. المقيت يعني ايه؟ يعني كل شيء بيقسم القوت، القوت الاقوات. فالقوت بتاع الطفل الرضيع ربنا المقيت وضعه في ثدي امه.
فيبدأ اللبن ينزل بنسبة معينة، هذه النسبة مفيدة، يبقى لبن الأم. تانية العصائر الطبيعية، يعني لو الطفل يعني بيسهل شوية نعمل عصير جزر مثلا، لو الطفل أو ممكن بنهرس نسلق الجزر ونهرسه، بس يستحب الأواني المستخدمة تكون في شدة النظافة. ما ينفعش الطفل 4 شهور و5 شهور ويلا الأواني اللي مش نظيفة، لا، علشان نخشى من النزلات المعوية. نمرة 2 بنديله الخضروات المسلوقة الطازجة، العصائر أولا، وبعدين ندي الحاجات دي اللي هي العصير الطبيعي، بيبقى مهم جدا، يعني عصير تفاح، عصير، ويفضل العصائر المعمولة منزليا، ما بنضيفلهاش سكر، نضيفلها قليل من عسل النحل، بفضل الله بيتحسن الطفل. بنقول أخونا مؤمن من القاهرة بيقول عندي حب شباب وفيها دهون، وما باجي أضغط عليها بتطلع مية، وفي الآخر بتترك أثر، هذا الأثر بيدي اسمرار في الجلد. فبقول له السن كم سنة يا مؤمن؟ أجاب قال 19 سنة. هنا لازم أفكر، مؤمن لابد أنك تمارس رياضة يا مؤمن، علشان حب الشباب بيجي نتيجة أن الهرمونات في هذه المرحلة تبقى زيادة، مسام الجلد بتبقى بتتقفل نتيجة التعرض للأتربة والأبخرة والدهون، أحيانا بناكل حاجات بتبقى مدهننا شوية، يبقى نبعد عن المأكولات السمينة، نمارس رياضة، ممكن نعمل فوطة دافية نحطها على الوش، فوطة يعني بتبقى ما سخنة نحطها على الوش بتفتح المسام، أو نعمل حمام بخار للوجه. في قناع، وده مش للستات بس، إن بعض الإخوة والأخوات يفتكروا ما أقول في قناع للوجه يقولك ده للستات بس وعيب للرجالة، لا، الراجل ممكن لو عنده مشكلة في البشرة بيستخدم هذا القناع، وياريت نكتبه أهو أنا أمله لكم، عشان لو عملت قناع للوجه ما نجوش تقولوا إيه ده سر، لا هو مش سر، هو كلام بسيط قوي. بنجيب الزلال بيضة، بعض الناس يقولوا يعني إيه زلال البيضة؟ اللي هو بياض البيضة بس ما تبقاش مسلوقة. إن بعض الإخوة كلموني يقول لي أنا سلقت بيضة وخدت البياض، أقول له لا، لابد إنها تكون نية، يبقى زلال بيضة اللي هو البياض. بنجيب على معلقة نشا، هنقلب أهو على معلقة نشا، ونضيف لهم 3-4 نقط عصير ليمون، يعني نعصر كده سنة من عصير نص ليمونة، مش هنحط نص الليمونة كله، ونجيب معلقة نعناع مفروم، يبقى نشا نحط عليه ليمون، معلقة نعناع مفروم، واللي هو البياض البيضة أو زلال البيضة، وبنضيف له معلقة زبادي ونقلب، ممكن نحط له معلقة صغيرة من عسل النحل، يبقى عندي علبة أسميها قناع. القناع دي بقى أدهن بيها الوجه وأتركه لمدة من 20-30 دقيقة مرة واحدة في اليوم، بفضل الله بتضيع الحفر السوداء اللي نتجت عن حب الشباب. وهنا الدليل إيه؟ إن النعناع الأخضر له هذا الأثر. طبعا كل حاجة من المكونات لها تأثير خاص، ولكن لما بيجتمعوا نعمل هذا القناع أفضل بكتير من الأقنعة اللي بتتباع في الأسواق من مواد كيماوية. فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، أما بيقول لما بعمل بحث في القرآن الكريم والسنة عن 52 وسيلة للي بتهدئ الغضب. طبعا احنا ممكن أمد أخونا الشيخ بالأبحاث اللي احنا عاملنا، أبحاث عن أثر الذكر، أبحاث عن أثر الحجامة بالنسبة للغضب، أبحاث معمولة على أثر الأوضاع نفسها. يعني الغضب ممكن لو الواحد وهو في وضع الوقوف لو جلس، وده مصداق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بس هذه الموضوعات تم بحثها علميا بالقياس، يعني يتقاس كده يشوفوا مستوى الغضب في، وطبعا ده بيتقاس بمواد كيماوية في الجسم. في وضع الوقوف يختلف عن وضع الجلوس عن وضع الاستلقاء، وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن هذه الأشياء إن شاء الله نمد الشيخ بيها، وياريت أن احنا نتواصل يا فضيلة الشيخ في هذا الأمر علشان يخرج هذا البحث بشكل جيد. نسأل الله أن ينفع به وأن يجعلك يعني هذا العمل خالصا لوجهه. أخونا محمد من المنيا بيقول وجع في الصدر وخربشة. أنا هجيب كلمتك بالظبط، إن كلمة خربشة يعني في صوت بيحدث في الصدر مع التنفس، الواحد مش حاسس إن النفس بيدخل كده بطبيعي، لا ده بيدخل بيمر على حاجات عاملة له مشكلة. يمكن كان سؤالي لمحمد بقول له يا هل في، أنت مدخن يا محمد؟
فمحمد ربنا يعني اكرمه ويمن عليه ويديم عليه النعمه ان هو ما بيدخنش. بس قال الكلام كويس، بيقول انا كنت بشتغل فعلا في البودره في بلد معينه، وكان بيتعرض ل اللي هو ذرات البودره، سواء بقى في مناجم في محافر في اماكن موجود فيها الايه نسبه البودره عاليه. فبقول له علاجك ان شاء الله في التالي، بتستخدم مغلي ورق اللبلاب. شجر اللبلاب معروف كتير عندنا، اللي هو الشجر المتسلق ورقه كبيره، نقول يا ريت نغلي الورق الاخضر ونشربه متحلى بعسل، وممكن نمضغ نص معلقه الحبه السوداء في اليوم بتحسن الكحه اللي فيها الصوت. ممكن ايضا بنستخدم مغلي ورق الجوافه معها التلي والبان الذكر محلى بعسل النحل، ايضا مفيده لهذا الامر. ولكن مع ده وده بنقول ابعد يا محمد عن التدخين السلبي، يعني لا تجاور المدخنين، ما تجالسهمش. احنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. نافخ الكير ده اللي بينفخ في وشك الدخان، اللي قاعد ماسك شيشه، اللي قاعد بيدخن سيجاره، هؤلاء ما تجالسهمش، ان ده جليس السوء زي ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، خاصه صحتك مش هتتحمل التدخين السلبي. يمكن ربنا سبحانه وتعالى كتب لنا هذا ان احنا ننجز الاسئله بفضل ومنا وكرم منه. ويعني واحنا بنختم الحلقه نقول ان شاء الله نلتقي بعد اجازه العيد، يعني ربنا سبحانه وتعالى يكتب لي حج بيته الحرام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على خير وللخير وفي الخير. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطب سلام وأمان.